بيا النهرين بألد ماتعنا بياء إلى نهار أو إلى الأرض الخصبة. رشت بي النهرين هو عاصم الذي تعرف به منطقة قبيلد ماء للدنا، ولن تقع نبياء النهري دجلة والفرات. نوال تشمل بالتبعية المناطق الخصبة التقع على أطراف كلا النهرين. التمتد أمنيني ولن تعت بالمنطقة أبلبي مع المناطق غبي الصحراوية. فالعراق رش ألحة والمنطقة ألف لحدوديت شمال قلا. سوريا التمي بعادة ما يتم لام باء ياء شمال أو أعبي ألدي ما بي النهرين وجنوب أو أسفل بألدي ما بي النهرين نقطة بألد ما بي النهرين العليا. والمعروفة ألف هو أيضا باسم الجزيرة المنطقة الواقعة بي نهري دجلة والفرات من مصادرها إلى بغداد. بينما بألدي ما بياء للنهرين هالإسفليس المنطقة من بغداد إلى لخليج الفر وتشمل الكويت وأجزاء من غرب إيران. يشب مصطلح بألدي ما بين النهرين ألف أساس إلى هذه المنطقة بأكملها في العصور القديمة، وفي ذلك الوقت تم تقسيمها إلى أشور النقطة إلى الشمال وبابل إلى الجنوب. بابل المعروفة ألف ليض باسم الكلدية بدورها تم تقسيمها إلى أكاديا الجزء العلوي والكلدية الجزء السفو. نقل أسطوري الياء مثل جلجامش وقانون أسماء المدن مثل أور أو نيبور والإبطال مورا والمباني غب العادية المعروفة باسم الزقورات تأمن من بألد ما بوي النهرين القديمة نقطة. وتظهر الحلقات المذكورة في الكتاب المقدس أول التوراة مثل على الطوفان العال أو أسطورة برجب بلا أل حدثي ما أل حدثتي. فهذه المنطقة كان الفكر ما قبل الفلسفة لبالدي ما بوي النهرين تعدد آلهة، وهذا نيعي أنهم يؤمنون بالعديد من آلهة ويعتقدون أن ألد كانت جزيرة عمالقة وأنها مقسمة إلى أربعة أقسام حيث عبدوا عدة آلهة في منطقة واحدة، ولكن بشكل عام لقد عبدوا وأشادوا بهما ألف جميع أثرت الحضارات العديدة الازدهرت نون. فالمنطقة علو الديان إبراهيمية من المعتقدات التوحيدية أي الإيمان بإله واحد وأنها فهو أديان وإبراهيمية حين تعب بتقليد رو مرتبط بإبراهيم. سيستخدم هذا المصطلح بشكل عائس لإشارة بشكل جما إلى اليهودية والمسيحية وإسلام، وهذه الديانات تنضم ألف أحيان إلى البهائي يا ديانات أخرى مثل والسمرية والمندائي يا والدروز. فإي الألفية الثالثة قبل المسيح أصبحت مجموعات إي المثال شائعة في الوساط المتعلمة لا يمكن اعتبارها جمل فولبالتي والن نقطة مفيدة للحياة وتشكل طريقة تفك بي. بفضلهم نعلم أن العائلة المالكة كانت رش انتصاراتهم العسكرية. فالبداية معنية بتمجيد ون فهذا المعونة تجدر الإشارة إلى أن الدولة أو القطاع العام كان يتألف من أولئك الذين يمتلكون ممتلكات المعبد والقصر سك ممتلكات للذي كان ممثلوه على إلردي وكان هدفهم أرأي. وإن كان في البداية كان الحصول على فائد فإي الانتاج لدعم المعبد والموظفي الكتبة والكهنة دي وإلداري ياء تطورت نحو السيطرة الكاملة على إنتاج المكورة حيث تأثرت أليران كان يعمل بها لفلحون بتماسك أيديو لوح مادي ناوى لكن التحصل على أجر ألوة نقطة بحصص من لشع بولا الصوفي ولا الزيت نقطة لإلضاءة والنظافة وتتفاوت الكميات حسب العمر والجنس. بالقرب من القص كان ما يسم بالرجال الذين كانوا مواطن ياء لديهم إمكانية الوصول إلى الإلدة وكانوا مرتبط ياء بنشاط القص المسؤول ياء الذين تمكنوا من تجميع رأس المال ستغالي للإلدة وكذلك الكتبة أو عاد كان هناك قطاع اجتماع آخر يتكون مما يسم صغبه ويتكون من قطاعات يمكنها العيش إلى من خلال عملهم البدن محمي يا وزراعة أراضيهم وينتم ون الفئات الاجتماعية لضعف أنهم كانوا غبي اجتماعيا وكانوا رعايا للملك الذي كما قيل ألف سابقة كنا ألف نقطة مسؤولة عين الهيكلة ألف أخبي. كان هناك العبيد أو الخدم المكونون من أشخاص لديهم ديون مع القصر وكانوا ألف ياء عملوا على سداد ديونهم خدم متطوع كمحارب ياء الجانب أعداء أشاء أو عملوا الببلياء قبل كل من والسمري ياء الهوية النتع وجود اسم بالنسبة لهم كان سم ألف مرادف للوجود وكان لمعرفة السماء نقطة اللهية صدى هائل هناك وثائق ملفتة للنظر للغاية فهذا صدد مثل حوار السيد والخادم أو مونولوج المتألم ألف لعادل. ومن الجدير بالذكر أيضا كتاب أفتصغب خورده أفستا يحدث بكثب من الكتب السابقة والذي يتكون محتواه من تراتيل ذات جمال شعري عظيم تستهدف مختلف أللهة الثانوية يازتس من الأدمجتها المزدية المتأخرة في الديانة للتوحيدية لزرادشة نقطة استخدمت هذها أنيم لبال لعبدات الخاصة ويمكن تالوتها من قبل كلمة العلمانية والكهنة سخالل العيسى الفري تحتوي أقدم كتب أفستن على مفاهيم فلسفية مجردة حقيقية مع مسؤولية الإنسان عن أفعاله الخاصة
رش بياء إلى خبيء ولا اختيار ألف لحر وال هأفست مجموعة من النصوص المقدسة للديانة المازيدية ال تشكل الكتاب المقدس والقانون الكهنون للزراجتية لا يتكون من جزئين كب بين نقطة فشكله ألحن. فمن ناحية نجد النصوص الليتورجية التتألف من تراتيل الذبائح والقواعد المتعلقة بجميع ظروف الحياة والطقوس ومعايدنا النقطة. هناك أيضا العديد من الروايات الكونية والأسطورية ومجموعة من الصلوات والاتهارات رش الططه بمن فعهد شابور الثانية قبل الميلد تأسست أكاديمية تيليتش في القرن 4 تتكون من كلية الطب شيبوراي جن فنال تم تطويرها ففلسفة جالينوس. جالينوس من بيرجاموم في تركيا الحالية عاش من 129 قبل الميلد إلى 216 قبل الميلاد كان طبيبا وفيلسوفا يونانيا. نقطة كان لفكر جالينوس تأثب عميق على الطب الذي كان يمارس رشق الوسطي ووصل رش الحقا إلى البنتية والذي أنت فائلما بتوريت ألب في نهاية على مطاف إلى أوروبان نجتي حل القرن إلى 17 فالعصور الوسطي آل. يؤكد العديد من نعال نطاق واسع رش المؤلفياء الذين وافى مجالة فقه اللغة الكادية واللغويات والدب وعلم الخط المسماري وتاريخ المؤسسات السياسية والديني ياء أعمال أخرى أن أصول الفلسفة يمكن إرجاعها إلى الحكمة ياء للنهرين فاصلة من بي فبألدي ما بعض فلسفات الحياة ولنسيما الخالق فشكل ديالكتيك ولحوارات والشعر الملح ما والفولكلور أنيم وألبة والقصائد الغنائية والنب والإنفالي لتطور العقل الباب والعقلنية إلما هو أبعد من الملحظة التجريبية مما يعي ضمنا ممارسة فالتجريد. التجريد هو عملية عقلية تهدف إلى عزل خاصية أو وظيفة معينة لكائن ما من الناحية المفاهيمية والتثكبث ما هو عليه مع تجاهل الخصائص الأخرى للكائن المعونة لكان الفكر الباب بديهيا. يستخدم مفهوم البديهية على نطاق واسع لإشارة الكل ما هو واضح وصحيح أي أنه ثبت أنه كذلك كما يتم تقديمه وإظهاره يتبياء أنه الجدال فيه ولن يمكن دحضه أمام الأسئلة ثم نلقى تنشأ نرس ولن تريد إظهارها إك مشكوك فيه أو مخوو في مفتوحة نقطة بشأنه لا استند الفكر الباب أيضا الأنتولوجيا الأنظمة المفتوحة الأنتولوجيا تعي دراسة الوجود والدراسات بشكل عام وخصائصها وتحلل الكيانات الإساسية المختلفة نن تشكل الكون نقطة وتؤلفه للباب تأثب كبب على المبادئ الفلسفة اليونانية والهيلينستية القديمة نقطة على وجه الخصوص يحتوي النص لكان للفكر الباب حوار التشاؤمي على أوجه تشابه مع الفكر المناهض للسفسطائي والديلكوتيك والحوارات الفطونة ألف فضلي عن كونها مقدمة للطريقة الإسقراطية نقطة أثر الفيلسوفة أليون طاليس بالأفكار الكونية البابلية نشأت الفلسفة في عالم الكتبة لسوء الحظ آل توجد أطروحة من تشكل ألف فأسلوب بوثيوس باقية لكن القصائد والحوارات ولمثال الإنعكاس ألف راسخ معروفة ألف نقطة جيد إذا كانت تريد معرفة المزيد عن كيفية تطور بألد ما هاء باء ياء النهرين وكيف عشوا وما الهياكل الاجتماعية أو السياسية أو يا اقتصادية للسومري والكادي يا والبابلي ياسين وآل شوري وعن الغزو الفر فقم بزيارة مقاطع الفيديو التاريخية إذا كانت تريد التعرف على دينهم فقم ألف أيضا بزيارة مقاطع الفيديو حول تاريخ أنا الديان أو إلصاط بن علي هذه القناة